السلام عليكم، واش راكم مبروك؟ نتمنى كل شيء يكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى ان شاء الله هذا العيد الاضحى يعني يدخل علينا بموفور الصحه والعافيه ان شاء الله، وكل شيء يعيد ان شاء الله بخير وعلى خير. مهم، البارح كنت شفت فيديو ديال وزير ديال الخارجيه ديال اللي كيمثل المملكه المغربيه في الخارج، واللي كيعكس الوجه ديالها، انه تعرض لواحد طريقة يعني مهينة بالنسبة لي، يعني كما كنقولوا حنايا ما تشرفش المغاربة. هذه خطأ ما عرفناش ديال من واش خطأ ديالو، لأنه تسرع وحط راسو في هذاك الموقف، ولا خطأ ديال الوفد المرافق، ولا خطأ ديال لاتجاد، ولا خطأ ما عرفناش حنا ديال من. زيادة على ذلك، يعني بالنسبة للوزير ديال الخارجية، أنا كنت كنتمنى ما يوضعش راسو في هذاك الموقف باش غادي يبقاو يهينوه، كما تهان من قبل وزير ديال الخارجية الأسبق صلاح الدين مزوار، اللي حيدوا له الصباط وتكرفصوا عليه في المطار ديال باريس، اللي كيعكس وكيخلي أنه ملي كيتعاملوا مع الوزراء الخارجية هكا، يعني أن الجالية المغربية ما كتعطى لها حتى شي معنى. يعني كيقول لك بما أن قبضنا وزير سخسخناه، ما بالك مع الجالية المغربية ولا مغاربة العالم، اللي كما قلت هذه خطرات وكنعاود وكنكرر، لأن أغلبية ديالهم كيجريو باش يحصلوا على الجنسية الثانية، وما كيبقاوش محتفظين بالجنسية المغربية، لأن الجنسية المغربية ما كتوفر لهم حتى شي حاجة، وهذا هو الطامة الكبرى. وباش ما نبعدش على الموضوع، يعني أنا كنت كنتمنى أن الوفد المرافق للوزير هو اللي يدير هذاك التدخل، ماشي الوزير، لأن الوزير ملي كيدير هذاك التدخل وكيتهان، راه كنتهانو حتى حنايا وكتهان المغرب. وهذا راه يا اما ان الوزير كيتحمل المسؤوليه جزئيه ديال التهور ولا ديال عدم التقدير، ولا ان هذوك الناس اللي ماشيين معاه ماشيين غير هكاك باش يتبرعوا في لوطيلات وفي الطياره ويبديو زعما حنا نديرو. لان انا اللي كنشوف انايا بالنسبه لهاد الوزراء ديال الخارجيه اللي راهم كيجيو مؤخرا، راهم ذو المستوى، وخير دليل ان نهار سيدنا الله ينصرو مشى لكوبا، انه هو اللي صلح العلاقات بين كوبا والمغرب، وان الجهاز الدبلوماسي اللي كاين ما صالح حتى لشي حاجه، ما عندهمش هذيك كما كنقولوا هذيك المستوى العالي اللي كيديروا. وكنت يعني كنتظر بان يكون شي رد، لان من المفروض ان هذاك الشيء كان غادي يوقع، غادي يوقع سواء بهذيك الطريقه او باخرى، لان من جا الرئيس ديال موزمبيق للمغرب في الكوب 22، راك شفتوا الطريقه اللي مر بها الاستقبال، يعني انهم كانوا غادي ينتقموا سواء هكاك ولا. بالنسبه للبعبع ديال البوليزاريو، انا بالنسبه لي هذاك راه غير الناس راهم دايرينهم هكا، سواء دول سواء جهات سواء هذاك، راه خاص المغاربه نكملوا مع القضيه ديال البوليزاريو، لان راه ضيعت البلاد لا الفوق ولا التحت، لان راه فلوس كثيره كتمشي ودايرين لنا بزاف ديال العراقيل على مسبتهم. خاصنا حنا المغاربه كشعب خاصو يتحرك شي تحرك باش هاد المساله ما تبقاش لاغو، لان طولت وكنضيعوا الاقتصاد ديال البلاد، وكاين مصاريف كثيره، وكاينين كمسؤولين في المغرب كيستغلوها باش كيديروا يعني كيحققوا مصالح ديالهم. زياده على ذلك، الرساله ديالي للوزير الخارجيه ولا يعني هاي هاد الحادثه ديال موزمبيق، ونزيدوا عليها الحادثه ديال صلاح الدين مزوار في المطار ديال باريس، اللي سخسخوا وحيدوا له حوايجو، يعني ما اعتبروش لا وزير لا حتى شي حاجه. وهذا الشيء راه كينعكس كما قلت على الجاليه المغربيه ولا مغاربه العالم، اللي ما كيعطيهم حتى شي حاجه، واللي الاغلبيه ديالهم، وكنكرر انهم كيلجؤوا لجنسيه اخرى، لان ربما الجنسيه الاخرى هي اللي كتحميهم، اما الجنسيه المغربيه راه ما كاين حتى شي حاجه. زيد على ذلك، يعني في هذا الاسبوع الفارط كان كما تعرفوا الاعتداءات الارهابيه اللي وقعت في برشلونه، واللي كنا كنتمنوا انها ما توقعش، ولكن بلا ما ندخلوا في التفاصيل وقعت، لان شي مرات كاينين شي جهات كيعتبروا شي معلومات يعني ما عندها حتى شي قيمه، حتى كتوقع الكارثه عاد كيقول لك ما كناش واخدينها بجد ولا ما كناش دايرينها في الحسبان. المهم، كاينين واحد العائله من مدينه التوريت تعرضت لواحد الاعتداء عنصري في الجهه ديال نابارا الشمال ديال اسبانيا، ان جميع القنوات الاجنبيه اتصلوا بهم والجمعيات الاجنبيه اتصلوا بهم وحاولوا، وكنشكر السلطات الاسبانيه لانهم شاتوا ساندتهم وحماتهم، لان باش بيبينوا بان ما كاينش عنصريه هنا في اسبانيا. لكن المشكل هو ان القنصليه ديال بيلبا ولا السفاره ما اتصلوش بهم، ما سولوش كاع فيهم، وهذا الشيء راه ماشي جديد،
راه كان يونس النهار اللي كان تقتل كانوا اتصلوا بهم بالهاتف وكانوا حكاهم مشاو صيفطوا هذاك. وكان الوزير ديال الجاليه ما كاينش كاع في مصطلح حنايا وما كنعترفوش بيه لانه ما كيعترفش بينا وكيزيد يكذب. انا شخصيا كنا وجهنا سؤال اللي كان قدمه سيد النائب المحترم في البرنامج وكان عطالو اجوبه ما عندها حتى شي علاقه. وكان نقول له انا عبد الكريم كريم بن عتيق ماشي في مستوى ديال الوزير وما كيشرفنيش يكون وزير بحالك، لان النهار اللي تعطي المعلومات خاطئه او كاذبه ما كنعترفش بك وما كنعترفش بالوزير ديال الخارجيه، لان كنعترف انا بالناس اللي كيكونوا ادمغه اللي كيحاولوا يستغلوا الفرصه وكيحاولوا وكيكون معاهم وفد رسمي اللي كيدخلوا في هذه المسائل وكيكونوا بذكاء، ماشي القضيه ديال انا ندير اللي تما بهلاوان ولا ندير اللي تما طريقه ديال زعما راه شوفوني. راه ماشي بهذيك القضيه باش كنحقوا مكاسب ديال الدوله. راه الناس راه في الخارجيه ولا الدبلوماسيه الاجنبيه اللي عندهم راهم شوفوا غير خذوا غير كما كنقولوا العبره من وزير ديال الخارجيه ديال روسيا كيفاش كيتعامل وكيفاش كيهضر وكيفاش كيتدخل وكيديروا الخدمه اللي بغاو. نهار اللي كانوا باغيين يدخلوا شبه الجزيره ديال القرم ديال اللي تابع روسيا شوفوا كي داروا دخلوا فرضوا الوجود ديالهم، ماشي ناضوا بقاو يديروا التمثيليات ويديروا هذاك الشيء. لان الا بغيتوا توصلوا لشي حاجه، حاجه الاولى المغاربه اللي عندكم مغاربه العالم راه عندكم واحد القوه اللي ما تقدر لا فلوس ولا حتى شي حاجه، عاونوهم وقفوا معاهم خليهم هما يدافعوا عليكم. بحال مثلا في المزبق خليهم هما الجاليه اللي راه كاينه تما ولا جاليه اخرى ولا في افريقيا، راكو الا ما اعترفتوش بينا حنا كمغاربه العالم كيفاش غادي ديروا شي حاجه؟ الدبلوماسيه ديالكم تكون فاشله، ما غادي توصلوا بها حتى لشي حاجه. هنا في اسبانيا هنا نهضروا نقولوا لكم ها اسمو كاين ها اسمو كاين ها اسمو كاين، وهما مي كيوقع شي اسباني كتوقع له شي مشكله في المغرب كيدخل وزير شخصيا هي قد يجي حتى للمغرب. هذه خطرت نهار اللي كانت وقعت الحادثه ديال في جبال ديال الاطلس، الوزير ووزير الداخليه الاسباني وهذا كلشي انتقلوا لعين ما كان، في عوض ان ديالنا حنايا واخا يموتوا كاع منا ألف ما يعيط في التليفون يقول لك حنا كان عندنا اتصال وحنا حنا متابعين المسائل عن طريق الهاتف. واش هذا الشيء هو النظر ديالكم غادي يخلي المغاربه اللي في الخارج انهم يفتخروا بالوزارات ديالهم؟ راه ما غادي يفتخروا ما حتى شي حاجه. حنايا كان عينا نهضروا عينا نمعنيو لكم باش تفهموا والو. جيت انا اصلا تما مشيت الوزاره ديال الجاليه، مشيت تما عند الوزاره ديال الخارجيه والتعاون وهضرنا مع محمد البصري وقلنا له فهمنا وعطينا وطبطبنا له عليه وتقول والو غير ميت الخوه، ما عندكمش ذره ديال الوطنيه. وهذا الشيء اللي كيوقع راه هذا سميتو النتاج ديال الاهمال ديالكم ديال مغاربه العالم. كنتو كتوقفوا مع المغاربه، تخيلوا ان راه عندنا فايت 6 المليون ديال المغاربه مغاربه العالم، زياده على ذلك كاينين واحد الملايين ديال المغاربه اللي ما محسوبينش اللي راهم كاينين في فرنسا كاينين في دول اخرى، لان الاباء ديالهم مازال ما سجلوهمش على اساس مغاربه، لانه كاين شحال من واحد كيقول لك انا اسمو غادي نمشي نسجلو اسمو هي القيمه المضافه الى عطاو له باسبور ولا كارت ناسيونال. راكو شفتو حالات اللي كانوا في المغرب مؤخرا هود المغرب تكرفصوا عليهم تعداو عليهم. كاينين يعني كنقولوا كاينين شي حالات اللي كيستفزوا السلطات بواحد كما التصرفات ديالهم يعني غير مسؤوله، ولكن راه كاين حالات كثيره. نبغيو حنا هاد مرحبا ولا ديك عمليه مرحبا ولا الدخول ديال المملكه المغربيه الناس هادي يتشبتوا، الناس في المدينه ديال تاوري جاو تما خسروا الملايين وجاو لقاو تما دمار على انه سجن مغلوق. حنا اللي كنبغيو ان السلطات المغربيه يعني تفتخر بالمغاربه ديالها، ومين تفتخر بالمغاربه ديالها حنا نعاونوهم، وحنا ما نخليو حتى شي واحد يمس المغرب ديالنا ولا السمعه ديال المغرب ديالنا ولا يتدخل في الوحده الترابيه الوطنيه ديالنا. ولكن راه كلشي جاي من الدبلوماسيه لانها ماشي في المستوى، وان الاغلبيه ديالهم كما قلت لهم كما قلت هذيك هذه شحال انهم تلاهين غير مع النساء ديالهم باش يجيبوا لهم القفاطن ويجيبوا لهم هادي ويسافروا. ولا راه غير هنايا مثلا الدبلوماسيه ديالنا حنا في اسبانيا كتلقى دائما الدبلوماسيين مسافرين ما كاينينش كاع خارجين، خاصو غير يمشي يفوج على راسو زعما راه هز الدخول وراه دار التماره. مهم عواشر مبروكه، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى من سيدنا الله ينصرو انه يتدخل ويصحح هذا الشيء، لان راه الامور راه فاتت الحد ديالها وراه لا تحمد عقباها من بعد، لان راه كاينين شي حوايج ماشي يعني كنقولوا حنا نسيطروا على الامور في المغرب، راه كاين حوايج اللي برا على المغرب. تحياتي للجميع.